وللحديث عن الوضع الاقتصادي في العراق وعمليات تهريب العملة الأجنبية إلى إيران، معنا من أوسلو الخبير الاقتصادي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، بداية مرحبا بك. خروج العراق من ترتيب المؤشر الاقتصادي أو مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، ماذا يعني؟ مساء الخير في البداية لكم جميعا، وتحياتي لقناتكم الموقرة ولجميع مشاهديها. حياك الله. أولا علينا أن نعرف ما هو مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2023 الصادر عن مؤسسة هيريتج وكذلك الول ستريت جورنال. هي عبارة عن سياسات اقتصادية، أهم شيء بالنسبة لها هي معرفة تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم على حركة الاقتصاد في هذه الدولة أو تلك. يأخذون 184 دولة في هذه السنة أخذوها في هذا المقياس، ولذلك نرى أنه أهم شيء عندنا هو الحرية الاقتصادية وتنقل رؤوس الأموال بحرية، لكن هذا يجب أن يرتبط ويربط بالتقدم في هذا البلد. لذلك قاموا بتقسيم هذه المؤشرات إلى 12 عامل تحت أربع مجموعات. المجموعة الأولى سياسة القانون التي تشمل على حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء. ثانيا حجم الحكومة، الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية. ثالثا الكفاءة التنظيمية، حرية العمل، الحرية النقدية. ورابعا الأسواق المفتوحة، حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية. عندما قامت هذه المؤسستين بتطبيق هذه العوامل على هذه المجموعة الكبيرة التي عددها 184 دولة، رأينا من الدول العربية تتصدر الإمارات العربية المتحدة، حيث حصلت على 76.2، في حين قطر حصلت على 72.3. لدينا مسألة مهمة، أنه من 80 إلى 100 هي تعتبر هذه المرحلة يعني جيدة جدا، والمرحلة الجيدة تأتي بعدها التي هي من أقل من ذلك. لذلك نرى أن الإمارات العربية المتحدة حصلت على المركز 21 والقطر على المركز 32. ما عنده مشكلة لو ترى هذه الدول، أنا دائما أكد أنه النمور الآسيوية، لرأينا أنه سنغافورة أول دولة وتايوان ودولة أخرى ثالثة من النمور الآسيوية. هذه الدول لديها حرية اقتصادية كاملة، ولكن في نفس الوقت يوجد فيها تقدم اقتصادي. تايوان كذلك من هذه المجموعة، هونغ كونغ من هذه المجموعة، على الرغم أن هونغ كونغ صحيح تابعة للإدارة الصينية لكن بقت مستقلة من ناحية اقتصادية. في العراق الحالة ربما تكون أجاب على هذا السؤال دكتور سمير. العراق لم يؤخذ في هذا التصنيف إطلاقا، لا يوجد اسمه. أنا بحثت عن العراق ووجدته ضمن أربع دول لم تدخل ضمن هذا التصنيف. نعم. إذن دكتور، السياسة النقدية المتبعة يعني أيضا تكون سبب أيضا رئيس لخروج العراق من ترتيب أي مؤشر اقتصادي، ليس فقط مؤشر الحرية الاقتصادية، لعله حتى في مؤشر يعني لو كان بتسمية نهضة اقتصادية أو مؤشر علامات نهوض اقتصادي، كيف لهذه العلامات والمؤشرات أن تبرز في العراق إذا كان هناك مزادات للعملة الأجنبية، إذا كان هناك تهريب للعملة الأجنبية من العراق إلى خارج العراق إلى إيران تحديدا، إذا كان هناك منظومة محاصصة طائفية تعتمد على الاستحواذ على الوزارات وعلى ما يتم رصد من أموال لهذه الوزارات، وكأن الأمر نهيبة بالمعنى كما المثل العراقي أو الكلمة العراقية الدارجة. يعني كيف يمكن أن يكون العراق كسنغافورة أو تايلاند؟ هل هذا حلم؟ أنا أجاوبك على هذا السؤال من خلال تحليل
هذه المجموعات الأربعة. نبدأ بالمجموعة الأولى، سيادة القانون، حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء. ثلاث عوامل هذه لا توجد بالعراق، يعني لا توجد سيادة القانون. ثانيا، حجم الحكومة، الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية، كذلك لا توجد. يوجد إنفاق، لكن إنفاق على أي شيء؟ على البطالة المقنعة؟ لا يوجد إنفاق. العبء الضريبي عالي، وعلى من يقع؟ على كاهل المواطن، لا يقع على الأغنياء. العامل الثالث والمجموعة الثالثة اللي هي كفاءة تنظيمية، حرية العمل والحرية النقدية. لا يوجد حرية عمل. صح أنت تقول من هو الذي يتمتع بهذه الحرية؟ هي هذه العصابات والمافيات التي تسيطر على العراق. وكذلك الحرية النقدية، طبعا هذه تقوم هذه العصابات وهذه المافيات كما قلتم في تقريركم بتصدير العملة من الأرجنتين إلى العراق ومن العراق إلى إيران، إذا لا توجد. العامل الرابع وهي الأسواق المفتوحة، حرية التجارة، الاستثمار، الحرية المالية، هذه كذلك لا توجد. حرية التجارة لمن؟ هل هو للتاجر البسيط؟ لا. حرية الاستثمار مثل ما تكلمت سابقا كذلك في عدة برامج من خلال قناتكم الموقرة، الاستثمار لا يوجد في العراق. طيب دكتور، يعني الآن إذا أن العراق يريد يستثمر فهو طبعا محصور، يجب أن يقدم الرشوة. إذا جاء من الخارج 500 عرقلة توضع في طريق الاستثمار أمام هذه الشركات، ومثل ما قلت سابقا تبدأ من عملية تسجيل هذه الشركة أو هذه المؤسسة الأجنبية إلى بداية الإنتاج. يعني يجب أن يقدم الرشوات على طول الخط، إذن لا يمكن أن تستثمر. إذن هذه العوامل نتحدث أو ال 12 يعني من ضمن هذه المجموعات عذرا دكتور لا يمكن تطبيقها في العراق ولم تأتي كلها. في دقيقة واحدة أو مثلا نعم. دقيقة ونصف دكتور، من الناحية الاقتصادية يتساءل العراقيون، يقولون هناك حل واحد من أجل النهضة أو من أجل إيقاف هذا النزيف الذي سببه الفساد، سببه تهريب العملة، سببه يعني لا يوجد انتماء للوطن أو شعور بالمسؤولية الوطنية. هو حل واحد بالإمكان أنه يفتح المجال للقطاع الخاص ويفتح المجال للنهضة وللاستثمار من جديد، هو يعني زوال هذه العملية السياسية القائمة على المحاصصة. إلى أي مدى من وجهة نظرك ذلك صحيح؟ أي أن يسحب البساط من تحت الأحزاب المسيطرة والمستحوذة على الأموال وعلى الموارد في العراق؟ نعم، هذه أهم خطوة، يجب علينا أن نسحب البساط من تحت هذه المافيات التي تسيطر على الاقتصاد الوطني العراقي. اما من حيث اعطاء مجال للقطاع الخاص، نعم لم يعطى مجال للقطاع الخاص، مع الاسف القطاع الخاص لم ياخذ مثل ما اقول قوته ولم ياخذ الحق في الاستثمار. ومثل ما قلت سابقا وفي كذلك برامج اخرى من ضمن فضائيتكم الموقره، انه كثير من رؤوس الاموال او من نقول اصحاب الاموال العراقيه الذين ارادوا ان يفتحوا هذه المجالات وان يدخلوا في مجال التجاره وفي مجال الصناعه الزراعه الى اخره، مع الاسف وضعت امام عراقيل جمه، ولذلك حتى القطاع الخاص مضروب بالعراق. وبعد 20 سنه على هذا النظام القائم على المحاصصه والذي وضعه الاحتلال الامريكي ورعته ايران، ها 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 نحن نشاهد العراق يخرج من كل التصنيفات الاقتصاديه للعالم، ويزهو العراق الان في التحطم الاقتصادي والتحطم الخدمي، ويزهو ويتميز بميزه عن باقي دول العالم بانه ليس فيه زراعه وليس فيه صناعه وليس فيه ثروه حيوانيه، و الدور الآن الدور على قتل الإنسان بمحاولة التضييق عليه بالجفاف وبانعدام الأمان. شكرا جزيلا دكتور سناء عبد القادر من أوسلو، الخبير الاقتصادي، كنت معي عبر سكايب.